يا الحسين تعال في يداني. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي إخواني، الموكب الحسيني هو ثمرة عملاقة يجب الحفاظ عليها، فنحن باقون ما بقي الحسين، وبقي هذا الخط الامتدادي المتمثل في المأتم وفي الموكب. إخواني، الموكب يحتاج إلى تضحيات. وجودنا في الموكب هو عطاء، وجودنا في الموكب هو تضحية. فكل من يملك هذا العطاء عليه أن يحضر الموكب. إخواني، ليكن الموكب هو بداية الانطلاق إلى خط الحسين والسير في نهج الحسين. الموكب أولا وأخيرا، الموكب هو الذي ربى فينا هذه النخوة، هو الذي ربى فينا هذه التضحية، لنكن حسينيين، حسينيون بحضورنا أيضا في الموكب. ليكن السنة الموكب كبير، ليس بالعدد وإنما بالتلاحم، لنكن مع الحسين في هذه الملحمة العملاقة في خط الحسين وفي نهج الحسين عبر المأتم والموكب. والسلام.